يشارك وفد من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان، تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل التي تعقد في المدينة السويسرية جنيف بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكدت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان عضو مجلس الشورى، أكدت أن الإشادة الدولية بالبحرين وطرح المملكة كنموذج نجاح يدل على الجهود الحثيثة والخطوات الكبيرة التي بذلتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. إشادة الرئيس القسم الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، طبعا هذه كانت أنا في تصوري واستقرائي لهذه الواقع بأن نتيجة أن البحرين أولا كان يعني شسمه قامت بثلاث استعراضات، أعتقد كان في 2008 و2017 و2012 تقريبا، فالبحرين أصبح عندها تجربة يعني كل جدا كبيرة، يمكن من أكثر الدول قامت باستعراض تقريرها، وعندها طبعا وهي البحرين بعد أكثر يمكن الدول تعاون مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان اللي أكسبها خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ومصداقية. فنتيجة لهذا التطور ويعني إصرار مملكة البحرين على يعني متابعة جهودها في مجال حقوق الإنسان، هذا اللي خلى لها مكانة في هاي المحافل الدولية. فكان استعراض البحرين كنموذج وقبول والإشارة إلى البحر أن البحرين قبلت بها بالتوصيات يعني وتعمل جادة على تنفيذها، هذه طبعا شهادة إلى الجهود اللي بذلتها مملكة البحرين في هذا المجال.